Dios, 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 Dios. ياسين خدامك يا ميمو. طيب تا دور عند ابو سليف شو له معنا بتحاسبه ولا بقى تاخذه من عنده اي شيء. ليش يا بي؟ هيك يا بي، هيك بدي. هي امرك مثل ما بدك. وشوف كمان اذا له حساب مع ام بشيره كمان حاسبه. سيد عشان ما ينقصك شيء. بامرك يا بي. شو بنقصكم اسماني؟ تاخذوه من الحاره الثانيه وتدفعوا له حق اشندي. على راسي يا بي مثل ما بدك. يلا انا رايح عند المختار وراجع. ما هو لي يا بي، ميسر الله معك، مع السلامه. ايه وهذا اللي صار، بس طنبط طنبط يا معلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. عم يا ابو سطيف، افتح لنا دفترك شوف شو لك عندنا حساب لادفع لك اياه. ايه ماشي. شو ياسين؟ جاي صفي الحساب؟ ايه سطيف، إذا ما عندك ماني. ايوه. وأبوك ما لقى غيرك يبعث لنا اياه؟ ليش لك سطيف؟ أنا مواد المقام ولا الحاجب صار تحت العين لك سطيف؟ شو لك ياسين؟ صاير تعرف تحكي. حاسبه يا ابي حاسبه. عمي وبطريقك شفنا، اذا في لك حساب على ام بشيره خده مع حسابنا. شو يا بيت البغجاتي؟ حساب ام بشيره كمان؟ صايرين كرما؟ شبك سطيف؟ شبك كأنه ما حدا عاجبك؟ كأنه قلقت اذا فيكم معك حكي احكي. والله شكلها قلقت لك سلمى. روح في عندي كثير حكي. والله هذا سطيف عقله مو بيرزق. لا تحفظ كلامي، طولوا بالكم، لا تحفظ كلامي لي، خلص كلامي للجيران والجيران، عاشوهم. بس ما مسيك عمي، مسيك وشو شو لك علينا حساب وقطعوا. يا زين يا زين من ناقصك شكيلات عمي. لك لا يا عمي مو هيك التربية، يلا ارد عليك. لك متواجه سطيف. يلا دوقوا. لا طولوا بالكم يا جماعة، روقوا شوي. لو انتوا على الحارة وحدة فوتوا سطيف. يلا كل واحد على شغله انتوا التانيات. وش الكرسي ولا؟ عمي راشد تعال شوف عمي ياسين شو بو. شبك ياسين؟ ما في شيء يا اخي. لا شبك؟ بك احكي شوفي. ما عاد حدا استحب يا الحارة. لا الصغير عم يحترم الكبير والكبير عم يشتغل على كيفه. ايه طول بالك يا ابو نجم، الواعة الكبيرة بتسع الصغيرة، روق لي شوية. يا لطيف يا لطيف. على راسي اسمه، على راسي اسمه. بس يا اخي نحن ما بدنا مشاكل مع حدا، ما بدنا مشاكل بدوب. ايوه كرمال الله يا راشد، خود شاكر روح من هون. انا روحي فداء الله عمي ابو شريف. خلصنا شاكر، خلصنا بقى، الله يرضى عليك، فرطوا لنا اياها بقى. يلا يلا عمي يلا يلا تيسر. يلا شاكر يلا يلا ياسين قدامي. بس بدي اعرف ليش مستوطين حيطه بالحاره؟ ليش؟ لا حول ولا قوه الا بالله على الشغله. امشي شاكر يلا، امشي امشي ياسين. روح قدامي روح. يلا حبيباتي يلا، كل واحد على شغله، يلا توكلوا على الله. يلا يلا عجبك هيك ابو سطيف؟ عجبني ولا ما عجبني؟ توكل على الله وفرنا انت الثاني. يا حيف عليك يا حيف عليك. لا حول ولا قوة. امشي يا ابو شريف. بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله. بيعملوا عملتهم وبحطوها بظهر غيرهم ابو عريف. الله يهدي البال يا ابو سطيف، الله يهدي البال. امين. وين سطيف؟ اهلين يا حبيباتي. لك حبيب القلب، لك شلون هيك تتركه؟ لك ايه مني ومنك هيك بجو سكينه بجوزة حلقه بخليها تنزل تكرش كرش، ولا بخليها تنطوط علي. ايوه وانتو شو دخلكم بيناتنا؟ قلي شو دخلكم؟ ما دخلني لنا شيء، بس مشانك عم نحكي نحن. ايوه يلا احمل ضرب طريق انت وياه وقضوا من هون. يلا حبيباتي يلا يلا دق الدرب انت وياه على الخرابه. يلا يلا كانت النصيحة بشمال، امشي سلمى امشي بلا ما نعمل خناقة. يلا دربي من هون انت وياه. يلا اعطي نصايح امشي. ضربتوا شيء مع بعضكم؟ لا مختار ما ضربنا. خير ما عملتوا يا ابني، خير ما عملتوا. ابو رشيد تشرف معي شوي. بالضبط. يا الله. يعني هذا اللي كان رايس، الصيف يتطاول علينا، ولك ما عرف تضربه ضربه تجيبه بارضه؟ لك لا شاكر ليش عم تحكي هيك؟ منيح اللي سواه ياسين، منيح ما ضربه، في بيناتنا خبز وملح. ايه ليش هو قدر الخبز والملح بيناتنا اخي؟ معلش اخي معلش، بكره بيرجع لعقله وبيكنه وبيهدى.
انا اللي مستغربه، ابونا ليش ما بده يانا نشتري شيء من عند ابو الصيف؟ شو بيعرفني؟ كون صار شيء بيناتهم ما بده يقول لنا. روي ابو رشيد، المصاريف بالبطن بتتخانق ما صار شيء. ولا يهمك ابو عارف محلولي. انا بالبيت محتار. شو ابو صيف؟ امرني مختار. احنا من ايمتى كنا نتخانق مع بعضنا بالحاره يا صيف؟ انا ما دخلني انا. لا تقول ما غلطت معه. الغلط راكبك من ساسك لراسك. انت وابوك. وانا بشو غلطت مختار؟ تعرف حالك بشو غلطان يا ابو صيف؟ الله يرضى عليك. ما بدنا مشاكل بالحاره وما بدنا حدا يزعل منا ابدا. سمعان انت وابوك؟ عمي ابو شريف، عمي ابو شريف مرحبا. لك ليش جيت؟ صبري قالب عليك الدنيا على ما يلقطك ويحطك بالحبس. انا مشان هيك جيت عمي ابو شريف، بدي اشوفه وبدي احكي معه. شو؟ بدي اشوفه رجال لرجال ابو شريف، وبدي حاسبه على كل هزه بدن هزاياها لابي. بس انت هيك عم تعرض حالك للخطر يا ابني. روح ارجع مطعم ما كنت. مالي رايح عمي ابو شريف، مالي رايح. بدي اعرف شو عامل انا لهالواطي. شو بده مني؟ لك شو مساوي له؟ بدي افهم شو مساوي له انا وابي واخواتي؟ لك انت مو مساوي له شيء، انا اللي مساوي له كل شيء، انا اللي قاهره. كيف هي؟ فهمني اياها بقى. ولك صبري ما بده اياك ولا بده منك شيء، كل شيء بده اياه هو دكانتي وبس. عمي ابو شريف ما عم بفهم عليك، يستر حضرتك فهمني، دخل لي اياها هي لعقلي. لك يا ابني كل شيء صار منشان. منشان شو؟ منشان تعال معي لك. كل شي صار من شان يلي بهالخابية. وشو في بهالخابية؟ في هذا الوسخ. شو هذا عمي ابو شريف؟ ده هلا قامت الحرب بيني وبينك يا رشدي ويا ابو راشد ويا ابو شريف ويا كل اهل الحارة. هذا ده كان بدكانتي من يوم اللي اشتريته. وقت اللي رجع جده لصبري من حرب السفر برليك قامت القيامة بيني وبينه. مشان شو عمي قامت القيامة بينك وبينه؟ بده رجع الدكان وانا رفضت. دفع لي ضعف المبلغ ما وافقت. شكني قلبي. قلت ليش بده يرجع الدكان وعم يدفع لي كل المصاري؟ لعب الفار بعمي. يوم من الايام وانا عم نظف دكاني وارتبها سمعت فراغ بالحيط. طبطبت عليه ضربته بقوة فرط الحيط ونزل صرار ذهب 10 صرار. أخذت الذهبات حطيته بالخابة وحطيت فوق الزيتون. من وقتها الذهب أنا محافظ عليه. وقت اللي رجع صبري صار بده الدكان بعد ما مات أبوه. طيب يا عمي أبو شريف، أنت ليش ما رجعت الذهبات لأصحابه؟ لك يا عمي هذا مو من حق جده لصبري. جده كان يسرق أكل الجيش الأصملي ويبيعه ويعبي ذهب. بس انت مالك حق فيه عمي. هو صحيح مالي حق فيهم، بس الطمع خلاني حافظ على الذهب. وصدقني يا عجاج اني ما صرفت منهم ولا ذهبه. قلت لحالي الا ما يجي يوم وياخذون الناس الفقراء. عجاج خذهم انت، انا مالي بحاجتهم. لا خذهم وروح فيهم. ايه روح فيهم، هدول تمن حياتك من صبري. ولك شو ساوي؟ خليهم عندك عمي، انا ماني بعزتهم. وان صار ما صار انت اللي رح توقف معي دوت صبري افندي. انت عندك على الدكان قالوا لي الاولاد انك عند ابو شريف. ايه والله ليش انا بستغني عنه. يا ميت مرحبا تفضل. شو وين كنت؟ رح اعمل لكم ابريق شاي على كيفكم. ايه والله بتعمل عين العقل، بس اقرك عجب. ايه مو على راسي. سلم راسك ابو شريف تفضل. يلا ما قلت لي وين كنت يا مختار؟ كنت ببيت رشدي. وشو عم تساوي هنيك يا مختار؟ رحت انا والشيخ عبد الحكيم. مشان شو؟
صبري طلق وداد بنت رجدي. شو الحكي؟ بس على طلبها هي ما بدها اياه. ايوه. ورجعت له الدكان يلي كان كاتب ليها. ايوه. ورجعت له شغلي ما بعرف شو هي، بس شكيت انها لابو شريف. اه وشو هي يا مختار؟ الله يسلم الديار. ايه شو هي يا مختار؟ اسوار الذهب مبرومه الها اربع روس حيايا، كل راس قد الفستان. هي اسوارة امي مختار. اسوارة امه؟ شو هالحكي يا ابو شريف؟ الله وكيلك تبع امي، تبع امي. والله قلبي قال لي انها تبعك. وشو جاب عن صبري افندي يا مختار؟ وهادي اللي بده يزيد حيرتنا يا ابو راشد. مفهوم يا مختار، مفهوم يا ابو راشد. شو فهمت ابو شريف؟ فهمنا. اللي اخذ الورقه تبع البايكي هو اللي سرق بيتي، واذا عرفنا منو هنين ساعتها بنعرف شلون وصلت اسواره لصبري افندي. مزبوط والله. باينته مو خايف على حاله يا ابو راشد، وانا برايي تلاقي له شغله برات الحاره لحتى يلتهي فيها لحتى تنتهي مشكلته. يا مختار مشكلته عجاج ما بيقدر يبعد عن الحاره، بس باذن الله راح تنحل. مين بده يحلها؟ رجدي. رجدي؟ ايه رجدي بيك. مو انجس من رجدي الا صبري، ومو انجس من صبري الا رجدي. بعرف يا مختار انا مالي مطمن له كمان، بس رجدي بيك وعدني انه يحكي مع صبري افندي مشان يحل مشكلته ويقيم اسمه من المطلوبين. شو المقابل ابو راشد؟ بالمقابل ياخذ دكانه ابو شريف ويكمل لي حق البيت اللي قاعد فيه. وانت صدقته؟ انا صدقه يا مختار. ليش انا اول مره بتعامل معه لهذا رجدي؟ هذا رجدي مثل حيط التبن، بتقرص وتخبي راسها. لك هلا ما فيك تصبر لك كام يوم لبين ما تنحل مشكلتك يا صبري. خالي مشكلتي محلوله ان شاء الله. مشكلتي محلوله. شلون يعني محلوله؟ خالي انا بنزلتي هي على الحاره عرفت شو بده مني هذا صبري. شو بده منك؟ هلا ما بقدر اقول لك شيء خالي، بس انت لا تاكل همي. دوباره لهذا صبري عندي. اي والله عندي.